شو الماتش البارح؟ شايقول لك الماتش البارح دابا اي فرقه دابا كتجي لكازا راك عارف وي اي فرقه كتجي كلشي كيرجع لك اللور وي فهمتي. وي حنا البارح اللي كان ناقصنا حنا راه كنا كناديو وكنقولوها شحال من مره. وي حنا كون كان عندنا ليليات ديال دغو ليلي كوش مزيانين ما غاديش نوحلو. وي لان هادوك ساد ديال داك الوسط وي ولا ديفو خصك لعاب بحال رحيمي خصك لعاب بحال رحيمي اللي كيدير لا كيديماري بالبالون وكيمشي مع على ليل بالون. لا هذاك هو اللي كان خصنا البارح. بعض اللعابه فيزيكمون ناقصين خصهم يشوفوا راجع الامور ديالهم. وي دابا تلاقاو علينا خويا عبد اللطيف تلاقاو علينا جوج تلاقاو علينا اللي هما ناقصين فيزيكمون وكذلك اللي ناقصين تكنيكمون اللي ناقصين حتى لا كونفيونس وصاحبي داك سكحان لاعب ماتش كامل اصاحبي تقريبا لعب ماتش كامل ودا سونطراج واحد هو ما عندوش ديك الزعامه باش يمشي بالكره كيعطيو الكره كيردها ليهم من الوسط. الشريف في العرض اللي غتردها لو سميتو عند زريده هادشي اش كيدير دابا كيعطيها لزريده وتيوقف بمعنى ما ترداش ليا غير بغيت تفك منها. واش انت دابا واش انت جوار دو كولوار جوار دو كولوار راك تشد كوره كيعطيوها ليك في لا ليغ كوش كتعطيها للاعب في الميليو كديماركا باش تمشي في لي ليغ كوش باش يعطيوها ليك فهمتي. وملي كتشدها بشويه عليك وافي كونفيونس راك كوميم انا اكثر من عام تكتعب في البريمير بشويه عليك نشدها ونهز عينيا بان ليا في نسونطري ما بانش ليا بان ليا لونغ مسدود المدافع واقف نديفول دي عاوتاني حتى لالين ونهز فين نهز ليا انا والله يعني واحد السيد كنتفرج معاه البارح قلت ليه انا ما فهمتش علاش الراجا من دون الفراقي حيت معروف واحد الفادي حيت انا لعبت كوره وانا كوشي كنعرف الكوشي الكوشيين غالبا تيكون عندهم واحد الميزه اليمنيين عندهم ميزه كيحصلوا معاهم كيحصل معاهم المدافع ما كيعرفوش فين غيقلب يقدر يقلب كاكو يقدر يقلب كاكا لا انت دابا بديك السيريال حنا عندنا دي كوشي اللي حنا لا حول ولا قوه الا بالله كنعرفوش كوشي ولا ماشي كوشي يعني تيبان لك ما كاينش ديك التقنيه ديك لا فينيس ديال كوشي كايناش ما كايناش نو كاين هو كان بلاصت هذاك سكحان كان يلعب الناهيري كان يدير الناهيري تما فهمتي راه ملي كيكون الناهيري نواود الناهيري بعدا كيكروشي وكيهز كره اونفلوبي الكاري ما سكحان سوي ديزوني انا ما عندي ماشي بغيت نطحنو ولا سوي ديزوني ما يمكنش حنا نبقاو نمرضو حنا كنمرضو ملي كنشوف ديك الكره راه كنمرضو راه خص اللاعبين حتى هما راه ماشي يقولوا حنا كنتاقدوا بزاف خص اللاعبين يديروا في الحسبان ديالهم باننا حنا راه كنتمحنوا ملي كنتفرجوا في الماتش راه كنتمحنوا بحال العرجون غادي يبقى مشكل مع التوصية العرجون نقول لك من هنا العرجون غادي يبقى مشكل مع التوصية ما طيحش شي ما طيحش غادي ترى ليه كيما ترى الصالحي ترى ليه كيما ترى الصالحي وعقل على هذاك الكلام اللي كنقول لك شتي دابا مشاش تطيح العرجون مشاش تطيح لانه نقص بزاف لا بزاف طيح بزاف والبعض ما كيقدرش يزيد بالبالون كاع ما كيقدرش كيشدها كيقلب على شي واحد حداه ولا كيعطيها لا ليغوش ولا كيعطيها للهدودي ايه اسمح لي هذا شوف تفرجوا في عباد الله ما كيتفرجوش في هذاك الطالياني ذاك الطالياني ديال باريس سان جيرمان كيفاش كيحل اللعب من الوسط من عند المدافعين تياخذها وتيحل اللعب تيلعب الفرقه كامله صاحبي تيلعب الفرقه كامله هذاك واعر في اللعب ديالو هذاك واعر بزاف يقلدو غيقلدو اصاحبي غيقلدو اللاعبين اصاحبي كتبقى لاعب دومي ارتي شنو سميتو لاعب ارتيكاز دومي ديفونسيف راه هو الفرقة هذاك التقني هذاك كازيميرو هذوك لعابة اصاحبي نقلدو راه كتبقى في الدرب وكيقلدو لعابة كبار كيخلقوا لك والهدهودي خصو يريحو يدخل هذاك بوطويل يدخلو لان الهدهودي حتى هو ما عرفتش اش من عالم مشى حتى هو هذاك السيد حتى هو والله ما فهمت انا المستوى نزل ما فهمتش انا وانا 100% مع العمري شي مع العمري ومع التوصي غادي يجربوا دوك الدراري بعدا لقدام غادي يجربوهم دوك يتحركوا 100% غادي لان العمري عنده فهمتي كيعرف اللعاب
فهمتي، غادي يبانوا لي هذوك اللعابه ان شاء الله شي هذوك غادي يدخلهم انا كنتمنى والله اخويا الا كنتمنى يعطي فرصه لك اللي يدك غرب يعيط ليه يخرجوا يخرج عليه الفوهان. هو كاين هو وكاين ديك الدري اللي كيلعبها في السونتر داك عامله يعطي فرصه للمشتانين في المينيتيرا. كاين الوليدات تبارك الله كاين خطير. شوف الاخ يوسف، الاخ يوسف بحال هذوك الدراري كاين تفاؤل مع الطوسي مع العمري. عندهم علي جون، عنده لي جون عزيز سيرتو العمري عزيز عليه لي جون فهمتي. دونك كنتمناو يدخلوا هاد الدراري والمكتب ديال الرجاء اللي هادشي بدا يخرج عاوتاني. فين هي خويا 16 مليون خصها تخرج المحاسبه سيدي. 16 مليون الصابر المحاسبه وي دابا خليه يدبر راسو المكتب يدبر راسو صافي. هما اللي فتحوا هما اللي سوتوا التخيمالي تحملوا مسؤوليتهم صافي. نو بغيت نشوف، هذاك الناطق الرسمي اللي كان كيقول لك لا الا بغيت تحاسبوا معايا انا موجود. ونزل سيدي يلا عطينا فين البروفيزيون، عطينا لا بروفيزيون بور كريونس عطينا. ياك هو اون دو فينونس، هو اون دو فينونس، وكان مكلف تخيل مالي هو اللي وجدو، وكان هو امين المال يعني عنده مع العالم ديال لا فينونس. والعالم ديال لا فينونس السي وهبي راه كيقول لك بان ملي كتكون اون كريونس دوتوز راه ماشي كريونس سيغ، راه القانون ديال الكونتابيليتي وديال المحاسبات كيقول لك ملي كتكون واحد المديونيه محتمله راه ما كيقولش لك الدين متاكد، غير شي واحد ممكن انه يتسالك، شي ممكن انه يتسالك في المستقبل. دونك وكتبان لك بانه هذاك لو ريسك هو قوي ومجهد. اش كدير؟ كتهز واحد الطرف من الفلوس اللي كتوازي داك المبلغ الاحتمالي وكتحطها في واحد الحساب ديال المؤونه احتياط كتخزنها. هو دابا فمو قال لك حنا سالينا للتيج فهمتي. هو للتيج ملي خرجوا وهادو ملي خرجوا هادو ايوا هذاك الشيء خصو يجاوب خصهم يجاوبونا. واخا خويا خصهم محاسب واخا خويا خصهم محاسب. نتمناو اخويا. شكرا خويا تحياتي تبارك الله عليك. عليك الله سي عبد اللطيف، فرصة سعيدة أخويا. شكرا. 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 شكرا.